مدرب الزمالك المحتمل هو صاحب وقعة كوميدية في الدوري الألماني. أثناء تدريبه لبايرن ليفركوزن مثل أن لاعب بروسيا مونشلاتباخ قام بدفعه في محاولة منه لتحايل على الحكم يمكن ينذر أو يطرد اللاعب الخصم، لكن الاتحاد الألماني ما عداش الموضوع وقرر تغريمه 11,000 يورو للتمثيل. لو عجبك الفيديو دعمه بلايك واشترك في القناة.